خير إنه نعطي البراء ومصاري يعني تكون ذكي وشاطر وبعد يكون عندك ذكاء. الخير يعني نعطي الفقراء. ها؟ أشتري لهم كامل عشان يصورون، أشتري لهم يعني أي شيء هم يفيدون منه، أشتري لهم كرسي. نعطي الناس فلوس وملابس حلوين عشان يلبسونها، وبعطيهم أكل وبعطيهم عشان الله سبحانه وتعالى يعطينا حسنات. بعطيهم سمك